لابد أن نتعلم في هذه المدرسة العظيمة، مدرسة أهل البيت، ما يرتبط بديننا ودنيانا، ما يرتبط بمصيرنا وآخرتنا، ما يرتبط بجنتنا ونارنا. بعد 50 عاما من الآن لا أحد من هذا الحضور يكون فوق الأرض، كلنا نكون تحت التراب، كلنا نكون قد واجهنا مصيرنا الأبدي. فلا بد أن نفكر ونحن نقول الكلام هنا أو نقوم بعمل فيما يترتب على ذلك ونحن في قبورنا ونحن في عالم الآخرة. هل يفكر أحدنا أن فوقه رب يراه ويسجل عليه خلجات قلبه وما يدور في نفسه وما تحدثه به شهواته ورغباته؟ هذا كلام الحسين. لابد أن نشعر دائما أن هنالك ربا فوقنا، وأن النار إذا قصرنا أمامنا، وأن الموت يطلبنا، وأنا مرتهن بعملي كما قال الحسين. أنت تدفن ليس في التراب، ليس في اللحد، ليس في القبر، أنت تدفن في عملك، وأنا مرتهن بعملي. لا أجد ما أحب، هل أنت كل ما تحبه تجده؟ لا، ولا أدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، إن شاء عذبني وإن شاء عفى عني.